عندي هنا كوسه، لحم مفرومه، بصل، فلفل رومي وحامي، دقيق، زيت، قرفه وجنزبيل، واللبن. هعصق شويه لحمه للصينيه، بصلايه كبيره زي ما احنا متعودين، ادبله مع شويه ملح وفلفل، هنزله اللحمه الحته اللي انا عايزاها، ده كتير كده كده كفايه، قرفه وجنزبيل او بهارات، رشه قرفه، رشه جنزبيل، ورشه فلفل اسود، وحبه ملح. اجي على الكوسه بقى وايه عشان احطها على النار هي كمان. يبقى انا كده بقطع الكوسه، عصقت اللحمه، فاضل لها الفلفل بس، وبعدين هعمل بشاميل. ماشي، انا على الكوسه كده بص رشه ملح ورشه فلفل اسود وشويه ميه صغيرين، ادبل بس الكوسه. بصوا كده اللحمه خلاص، هنزل لها بقى فلفل رومي وفلفل حامي، طبعا الحامي ده اختياري، ممكن احط حته صغننه كده بس كفايه، 3 معالق من الزيت، 2 معلقة من الدقيق، وهنزل عليه 2 كوباية من اللبن ساقع مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، 2 كوباية من اللبن، واديها شويه ملح وفلفل. عايز تحطي مكعب مرق هنا، حطي مكعب مرق. هنزل بقى الكوسه اللي انا عملتها مع ملح وفلفل وشويه ميه صغيرين، سن الثوم اوزعها عليها كده، وعليها اللحمه المعصجه، يعني عامله 2 كوباية لبن بس، وندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه، يعني حوالي 180 درجه، 200 درجة.